بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن موضوع التقية. الحقيقة أنا فتحت على اليوتيوب عشان أدور على التقية وأتفرج عليها شو بيقولوا فيها. اتفاجأت إن حاطين كمان أغاني وأناشيد وإن اللي بيتآمن بالتقية ده كافر وأبدا مش من دين أحمد ومش من دين محمد. مالكوا يا جماعة؟ أنت بتفكر إن لما تحكي كده بدون فهم وبدون علم بتكون شاطر وبتكون يعني عملت حاجة أنجزت حاجة جديدة؟ أبدا. التقية موجودة عند السنة وعند الشيعة وفي كتب السنة وفي كتب الشيعة، والتقية موجودة عندكم في كتاب الله، واللي بيأمنش بكتاب الله كلامنا ما يخصهوش. لكن المهم أنا لقيت إن عاملين مناشير طويلة أهل السنة والسعودية وبعرف شو إيه، إن التقية اللي بيأمن بالتقية ده كلها رياء ونفاق. إزاي تقول الكلام ده؟ ازاي تسمح لنفسك انك تقول الكلام ده كأنك انت بتخالف كتاب الله؟ دلوقتي هفهمك ان ربنا قال التقية وامرنا بالتقية. التقية هي انك تقول او تفعل ما تعتقده ليه؟ لدفع الضرر عن مالك، عن نفسك، عن مالك، عن كرامتك، عن عرضك. التقية دفع ضرر. الرياء والنفاق شيء تاني خالص. المنافق يقعد معاك يضحك لك ويبتسم لك ويتكلم معاك على أساس أن يتجسس عليك وياخد أخبار وينقلها للطرف التاني. ده مش خايف، يعني مش عامل حساب أن خايف على عرضه ولا على ماله. لا 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 لا، ده إنسان مخالف لدين الله، سواء كان نفاق سواء كان رياء. إنما التقية هي أنك تستعمل الأسلوب اللي وصاك به ربنا سبحانه وتعالى لخوفا على نفسك أو على مالك أو على عرضك أو على كرامتك. الفلاسفة من زمان اتكلموا عن التقية، فلاسفة الأخلاق وخصوصا، وقالوا إنها إيه، حطوا لها عنوان، قالوا الغاية تبرر الوسيلة. شو معنات الغاية تبرر الوسيلة؟ هي التقية، يعني عشان توصل أي حاجة توصلك مش مشكلة، المهم توصل. الغاية تبرر الوسيلة. علماء التشريع وعلماء الفقهاء قالوا ايه؟ قالوا التقية بس غلفوها بايه؟ المقاصد والوسائل. انا قصدي ايه يبقى وسيلتي ايه. انما الشيعة الامامية قالوا التقية، اخدوها منين؟ من كتاب الله. تعال نشوف كتاب الله بيقول ايه. في ايات قرآنية واحاديث، اسمعوا معايا الكلمة دي، الاية دي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يعني لا يتخذ يعني المؤمن وكافر، ما تتخذوش ولي لك إلا إذا كنت مضطر إنك تحافظ على نفسك، مضطر إنك يفعل ذلك فليس من الله شيء من دون. يعني إذا أخذت الكافر ولي، صاحب، صديق، تحكي معاه وتتكلم معاه بطيبة قلب، تبقى اتخذته من دون المؤمنين، فده هو يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا قالك إذا كنت تتقي منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. يحذركم يعني إيه؟ اوعى تفكر إنك تقدر تضحك على ربنا، أبدا. ربنا عارف نيتك من قبل ما تطلعها، عارف نيتك أنت بتكذب ولا بتنافق ولا بتتكلم رياء ولا بتستخدم التقية للحفاظ على نفسك أو الحفاظ على كرامتك. دلوقتي عرفنا التقية إيه؟ للحفظ على نفسك أو مالك أو عرضك أو كرامتك. ابن عباس بيستشهدوا بيه سنة وشيعة. ابن عباس شو بيقول؟ بيقول التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله تعالى مخافة، فيتكلم به مخافة الناس وقلب مطمئن بالإيمان، فإن ذلك لا يضره. نسمع قول الله تعالى هنا: ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. القصة دي بتفكرنا بقصة آل ياسر، عمار وأمه سمية وأبوه.
مسكوا أمه وأبوه، حطوا الحجارة على صدرهم وعذبوهم في عز دين الحر في الرمضاء في الصحراء، وهم يقولوا أحد 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 أحد. لما ماتوا شاف أمه ماتت قدامه وشاف أبوه مات قدامه، جاء الدور عليه، فاضطر إن هو يحكي عن الرسول كلام إن يعني يذم في رسول الله. فبعد ما تركوه وفكروا إن هو خلاص مشي معاهم، راح للرسول يبكي ويقول له أنا قلت كلام عنك، إنما مش قصدي، إنما قال له كيف قلبك؟ قال له مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال له فإن عادوا فعد، إن عادوا فعد. بديكي مثال عن التقية. احنا عارفين ان في آية في القرآن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. مين هو الرجل المؤمن هذا؟ حزقيل. حزقيل اللي هو مؤمن آل فرعون شو عمل؟ حوريك دلوقتي مؤمن آل فرعون كيف استخدم التقية بذكاء شديد. اول حاجة ان راحوا لفرعون، هو كان بيدعوهم في السر الى توحيد الله ونبوة موسى والإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في كتاب موسى، وفي الوقت نفسه الكفر بفرعون أو البراءة من فرعون. فاللي حصل إيه؟ راحوا فسدوا لفرعون وقالوا له حزقيل بيقول عنك كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لهم حزقيل ابن عمي وخليفتي وولي عهدي، كيف بتقولوا كده؟ وعزتي فرعون لو عرفت كلامكم ده كذب لأعذبكم، ولو عرفت كلامكم صدق راح أعذبه. ندولي حزقيل. فراح حزقيل جابوه وقعد مع فرعون، فقال له أنت بتقول كذا وكذا 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 وكذا. فقال له إيه؟ قال له أيها الملك عمرك لاحظت عليا كذب؟ قال له أبدا. قال له طب أنا بشهدك بقى وبشهدهم، من ربهم؟ قالوا فرعون. من خالقكم؟ قالوا فرعون. من رازقكم؟ قالوا فرعون. فقال أيها الملك أشهدك وأشهدهم أني وكل من حضرك أن ربهم ربي وخالقهم خالقي ورازقهم رازقي ومصلح معايشهم مصلح معايشي، لا رب لي ولا خالق لي سواه، ومن حضرك ان كل رب وخالق سوى ربهم فهو انا بريء منه ومن ربوبيته. قال لهم شايفين جايين تفسدوا عليه، شوف كيف هو خلص نفسه، قال ربهم ربي خالقهم خالقي رازقهم رازقي، خلص نفسه في الوقت نفسه. دي التقية، خاف على نفسه وخاف على ان يقتله، وفي الوقت نفسه استعمل التقية بذكاء. في واحد كمان من شيعة الإمام علي سلام الله عليه، طبعا هو فرعون أخذهم وعلقهم زي الطريقة بتاعته في الأوتاد. واحد من شيعة الإمام علي سلام الله عليه قابله واحد من أصحاب الخليفة الأول أو الثاني، فقال له ها تعال هنا، إيه رأيك بقى؟ من أحق بالخلافة؟ شايف الرد بقى، شوف الرد اللي رد عليه، قال له من كانت ابنته تحته. يعني إيه؟ يعني لو فكر فيها عن عائشة فهي تحت رسول الله، ولو فكر فيها عن فاطمة فهي تحت علي. يعني إما يكون أبوها لعائشة وإما يكون أبوها علي بن أبي طالب، الشكلين، من كانت ابنته تحت. ومش هذه التقية، التقية بذكاء. أحاديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال لك لا ضرر ولا ضرار، لقيت نفسك هتنضر استخدم التقية. رفع عن أمتي 9 أشياء، عدي معي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون، خدي بالكم الحتة دي، وما لا يطيقون وما اضطروا إليه، والطيرة، الطيرة اللي هي ايه يقعد يقول يتحزل اتشائمت من كذا واتشائمت من كذا شفت كذا واتشائم، ما عندناش الكلام ده، والحسد والوسوسة في الخلق.
الحديثين دول موجودين في كتب الصحاح عند السنة. يا جماعة اللي بتطلعوا على اليوتيوب وبتقعدوا تغنوا بتقولوا الشيعة كفار والشيعة بيستخدموا التقية، عندكم في كتبكم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم التقية، الحديثين اللي أنا قلتهم دول، وعندكم في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي من ضمن الكتب بتاعتكم دي، بقول لك الغزالي بيقول إيه، إن عصمة دم المسلم واجبة، فمهما كان القصد هو سفك دم المسلم احتفى، ده سفك دم المسلم اختفى عن ظالم، فالكذب فيه واجب، اللي هي الكذب هنا ايه التقية. شفته ما شفتوش، بتعرف عنه حاجة بعرفوش، فالكذب فيه واجب، ده كلام ابو حامد الغزالي. هنا عندك ان كتاب الرازي من كتبكم وكتب حضراتكم برضو بيفسر قوله تعالى ألا إلا أن تتقوا منهم تقاء، قال إيه يعني إيه، قال روي عن الحسن عليه السلام أنه قال التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة، ده الرازي اللي بيقولهم. يبقى عيب عليكم تطلعوا أنتوا وتقولوا عن التقية وعن الشيعة أنهم بيتأمنوا بالتقية وتسبوا في التقية وأنتوا مش قارين كتبكم يا جماعة. وهذا القول أولى لأن دفع الضرر عن نفس واجب بقدر الإمكان. وبرضو الرازي بيقول ايه، ان تخافوا تلف النفس او بعض الاعضاء فاتقوهم باظهار الموالاة بغير اعتقاد لها. ادي كتبكم بتقول كده. يبقى الرحمة حلوة، بتقفوا في صلاة الجمعة وبتدعوا على الشيعة، ده غلط. هل انت تقبل عن نفسك تدعي على واحد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله وبيؤمن بمحمد وبيمشي تبع محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا جماعة فوقوا بقى، فوقوا وفهموا. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر قالوا واحد اسمه حجاج ابن علاط، قال له يا رسول الله أنا عندي فلوس في مكة وعندي أهل في مكة، فأنا عشان خاطر أدخل مضطر إن أنا أحكي عنك لو كلام غلط سامحني فيه. قال له أذن له الرسول الله قل ما تشاء طالما قلبك مطمئن بالإيمان. يبقى دلوقتي عرفنا ان التقية هي قول من السنة ومن الشيعة، فارجو انكم تفهموا الموضوع ده كويس، وارجو انكم تفهموا ان التقية دي موجودة في كتب السنة وفي كتب الشيعة، ومحدش بعد كده يطلع يغني ويقول لا والله من ليس من امة احمد، عيب عيب الكلام ده، لان ده يدل على جهل شديد. بنقف لغاية كده النهاردة ومنكمل في موضوع تاني ان شاء الله، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.